واحد جوج ثلاثة كلنا بيت سرطان. واللي غتمثل ان شاء الله المغرب في النهائي اللي غيكون في الجزائر في شهر مارس، كنتمنى لها التوفيق. كنسلم عليكم فرد 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 فرد. جمعية أحلام عصر في ربي مختلفة بهذا الوليدات. أول حاجة كنبغي نحيي الناس الأولياء ديال الوليدات واللي فرات الحضور ديالكم، الحضور ديالكم هذا ماشي غريب، لأن الإشارة نبيلة، يعني البروجي ديالها ديال هذه السنة هو دعم التمدرس، ولكن ملي سمعت بهذا الحفل أصرت أنها تجي تحضر، قالت لي مالا حتى أنا نجي ونحضر معاهم. يعني كنتمناو لكم الشفاء العاجل إن شاء الله، ولكل داء دواء، كاين ولا ما كايناش؟ قلت واحد الكلمة جماعية، كلنا ضد السرطان، يد وحدة، واحد، جوج، ثلاثة، كلنا ضد السرطان. برافو. ميرسي بوكو نبيلة، تبارك الله عليك. ودورنا كنتمناو لك التوفيق ان شاء الله في الفينال اللي غادي تكون في الجيري في لوماد مارس ان شاء الله. اذا كل هاد الناس اللي هنايا تيقولوا لكم الشفاء ان شاء الله، وانتم شجاعه بينا شجاعه، لان المرض كيبغي الشجاعه، راه بحال داخل في دابزه معاه، انتم غتكونوا قوى من المرض وان شاء الله غادي تنتصروا عليه. واكبر انتصار انكم جالسين دابا واقفين رجليكم وحاضرين كلكم وجيتوا تحضروا لهذا الحفل اللي انتم طلبتوه وانتم اللي بغيتوا. اذا كنحييكم بحراره. شكرا، ميرسي بوكو، شكرا للجمهور، حقا فريمون الجمهور يا نادير، الله القسم من القلب الخالص. قالت لكم نبيله ما قلتوش كلنا ضد السرطان، واحد، جوج، ثلاثه. سرطان سي زيرو، ما كاينش، اوكي؟ تبارك الله عليكم وبالشفاء ان شاء الله. ميرسي اونكور اون فوا نبيله، تبارك الله عليك. اذا نبيله عاوتاني غتمشي مع الوليدات لان بغات تجلس مع الوليدات، تفضلوا ونواصل حفلنا. الخير عليكم، معكم نبيلة عقيلي ملكة جمال العرب المغرب 2019. فرحانة اليوم نكون مع هاد الوليدات، تضامن ضد السرطان، اليوم العالمي للسرطان. وكنشكر وزارة الثقافة على هاد البادرة الحسنة وهاد المجهودات ديالهم، هما وجمعية العصافير. ورايح ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.